الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. مقارنة بين آلات التعلم السحابية، الجزء الثاني. يأخذ تعلم الآلة أشكالاً عدة، أكثرها وضوحاً تلك التي توفر للمحلل مجموعة من أدوات استكشاف المعطيات ونماذج من تعلم الآلة وخوارزميات حلول فعالة، إضافة إلى إمكانية استخدام الحلول للتنبؤ. تحدثنا في الجزء الأول من المقال حول ما قدمته لنا من خدمات، كل من تعلم آلة أمازون أو أمازون ماشين ليرنينج، وتعلم آلة أجور أو أجور ماشين ليرنينج وديتابريكس. وسنتابع في الجزء الثاني مع ثلاث أدوات أخرى من تعلم الآلة. جوجل تعلم الآلة السحابي، جوجل كلاود ماشين ليرنينج. أعلنت جوجل مؤخراً عن مجموعة من المنتجات المتعلقة بتعلم الآلة، أكثرها أهمية هي تعلم الآلة السحابي والواجهة البرمجية السحابية المتعلقة بالكلام، وكلاهما ضمن عرض تجريبي محدود، إضافة إلى واجهة جوجل البرمجية المتعلقة بالترجمة والتي بإمكانها الترجمة إلى أكثر من 80 لغة ولهجة مختلفة، والواجهة البرمجية للرؤية السحابية والتي تستطيع تحديد أنواع مختلفة من الأشياء الموجودة ضمن الصور، جميعها متوفرة للاستخدام وتبدو جيدة وفقاً لعروض جوجل. بإمكان واجهة جوجل البرمجية للتنبؤ تدريب وتقييم وتنبؤ مسائل التراجع والتصنيف، ولكن بدون وجود خيارات على الخوارزميات المستخدمة والتي تعود إلى عام 2013. تستخدم تقنية تعلم الآلة الحالية في جوجل ومنصة تعلم الآلة السحابية مكتبة تنزورفلو مفتوحة المصدر للتدريب والتقييم. تم تطوير هذه المكتبة من قبل فريق جوجل برين، وهي عبارة عن مكتبة معممة للحوسبة الرقمية تستخدم رسوم تدفق المعطيات البيانية، وهي مدمجة مع كل من جوجل كلاود داتا فلو، جوجل بيك كويري، جوجل كلاود داتا بروك، جوجل كلاود داتا لاب، وجوجل كلاود ستوريج. تتيح مكتبة تنزر فلو تصدير العمليات الحسابية إلى أكثر من وحدة معالجة مركزية أو CPU أو وحدة معالجة صورية أو GPU، سواء على جهاز مكتبي أو مخدم أو جهاز محمول. وتتضمن أيضا جميع أنواع خوارزميات التدريب وخوارزميات الشبكات العصبونية. تعتبر كل من جوجل ترانسليت API وكلاود فيجن API وجوجل كلاود سبيتش API جديدة نماذج لغة آلة مسبقة التدريب. وفقاً لجوجل تستخدم Cloud Speech API التابعة لها تقنية الشبكات العصبونية ذاتها التي تستخدمها جوجل ضمن تطبيق البحث الصوتي وضمن الكتابة الصوتية في لوحة مفاتيح جوجل. HPE Haven On Demand. تعد Haven On Demand مدخلاً لشركة Hewlett Packard Enterprise أو HPE إلى سباق تعلم الآلة السحابي، وتعد خدمة محرك بحث الشركات وخدمة تحويل الصيغ من أقوى خدماتها. وهذا ليس بالشيء المفاجئ، لكون هذه الخدمة تعتمد على Intelligent Data Operating Layer والتي يرمز لها اختصاراً بIDLE، ولكن العديد من ميزات Haven On Demand ليست على جاهزية تامة بعد. تملك Haven On Demand واجهات برمجية تطبيقية مغلقة مثل محلل الصوت والفيديو والروابط أو Connectors ومحول الصيغ ومحلل الرسوم البيانية وأداة HP Labs Sandbox ومحلل الصور ومحلل التنبؤ وQuery Profile and Manipulation Policy ومحرك البحث ومحلل النصوص ومفهرس النصوص غير المنظمة. تدعم واجهة التعرف على الأصوات البرمجية الخاصة بهيبن مجموعة قليلة من اللغات واللهجات، إضافة إلى أن فعالية التعرف على الصوت باللغة الإنجليزية الأمريكية كمتحدث ممتاز تعتبر جيدة ولكنها ليست مثالية. تعتبر منافذ Haven On Demand التي تتيح لك استيراد المعلومات من أنظمة خارجية وتحديثها من خلال واجهات Haven On Demand البرمجية التطبيقية مكتملة تماماً كونها منافذ IDLE. تقوم الواجهة البرمجية لاستخراج النص باستخدام HPE KeyView لاستخراج البيانات الوصفية والمحتوى النصي من ملف ما. بإمكان الواجهة البرمجية التعامل مع أكثر من 500 صيغة مختلفة من الملفات، وذلك بالاعتماد على كمالية KeyView. إن محلل الرسوم البيانية هو عبارة عن مجموعة من الخدمات التجريبية والتي تعمل على فهرس مدرب على ويكيبيديا الإنجليزية، ولا يمكنك تدريبه على بياناتك الخاصة. يتعامل محلل التنبؤ الخاص بـ HPE فقط مع مسائل التصنيفات الثنائية،
ولكن من الناحية الإيجابية فإن الواجهة البرمجية لترين برودكشن تتحقق وتستكشف وتفصل وتعد البيانات بصيغة CSV أو JSON بشكل آلي، ومن ثم تدرب شجرة القرار والتراجع اللوجستي وتصنيفات نايف بايز ونماذج Support Vector Machine أو التي يرمز لها اختصارا بSVM ثنائية التصنيف مع متغيرات متعددة، ومن ثم تقوم باختبار المصنف مقابل التقييم المقسم للبيانات، ومن ثم تقوم بنشر النموذج الأفضل على هيئة خدمة. يستخدم محرك بحث هيفن أون ديماند محرك آيدل لتقديم بحث متقدم لفهارس النصوص الخاصة والعامة. تتراوح واجهة تحليل النص البرمجية من الإكمال التلقائي البسيط وتوسيع المصطلحات إلى تحديد اللغة واستخراج المفهوم والتحليل العاطفي. IBM Watson and Predictive Analytics. توفر IBM خدمات تعلم آلة تعتمد على جيبردي الخاصة بها. في الواقع تقوم بتوفير خدمات تعلم آلة سحابي لثلاثة أنواع مختلفة من المستخدمين: المطورين وعلماء البيانات ومستخدمي الأعمال. يعد SPSS Modeler من تطبيقات ويندوز، وقد أصبح مؤخرا متوفرا على السحاب. تتضمن النسخة الشخصية منه الوصول إلى البيانات وتصديرها، إعداد البيانات بشكل آلي وتحويلها وتصديرها وتحويل وتحميل البيانات ETL، وأكثر من 30 خوارزمية تعلم أساسية ونمذجة آلية ونصوص برمجية بلغة بايثون. الإصدارات الأعلى سعراً تمتلك صلاحيات وصول إلى بيانات ضخمة من خلال مخدم IBM SPSS Analytics لهادوب وسبارك. واختبار AB وهو مصطلح يطلق على التجارب العشوائية التي تملك متغيرين، وتحليل النصوص والكيانات، وتحليل الشبكات الاجتماعية. تشبه خوارزميات تعلم الآلة المستخدمة ضمن SPSS Modeler تلك التي توجد ضمن Azure Machine Learning و Spark.ML من Databricks من حيث أسلوب اختيار الميزات واختيار الصياغ المدعومة، حتى النمذجة الآلية أي تدريب وتسجيل مجموعة من النماذج واختيار أفضلها متشابهة. على الرغم من ذلك فهي تعتبر أكثر وضوحاً من حيث كيفية استخدامها ضمن SPSS Modeler مقارنة بغيرها. تستضيف IBM بلومكس خدمات Predictive Analytics Web التي تطبق نماذج SPSS لتقييم الواجهات البرمجية أو API التي يمكن استدعائها من خلال تطبيقاتك. إضافة إلى خدمات الويب، تدعم Predictive Analytics دمج الأعمال لإعادة تدريب وتقييم النماذج على بيانات إضافية. يوجد 18 خدمة بلومكس مصنفة تحت واتسون ومفصولة عن Predictive Analytics. تقدم Alchemy API مجموعة من ثلاث خدمات: Alchemy Data، Alchemy Vision، و Alchemy Language، والتي تتيح لمدراء الأعمال والمطورين بناء تطبيقات إدراكية قادرة على فهم مضمون وسياق الكلام الموجود ضمن النصوص والصور. يقوم Concept Expansion بتحليل النص وبتعلم الكلمات أو العبارات المتشابهة وفقاً لسياق الكلام، ويقوم Concept Insights بربط الوثائق التي تقوم بتقديمها لها مع الرسم البياني الموجود مسبقاً للمفاهيم المعتمدة على مواضيع ويكيبيديا. تتيح Dialogue Service تصميم طريقة تفاعل التطبيق مع المستخدم من خلال واجهة تخاطبية، واستناداً إلى لغة ومعلومات المستخدم تقوم Document Conversion بتحويل صفحة HTML أو PDF أو وثيقة مايكروسوفت وورد إلى صفحة HTML بشكلها النظامي أو إلى نص عادي أو إلى مجموعة من الأجوبة بصيغة جيسون، والتي يمكن دمجها مع خدمات واتسون الأخرى. يعمل مترجم اللغة على عدة مجالات معرفية وثنائية لغوية. على صعيد الأخبار والمحادثات، ثنائيات من إلى للترجمة، وهي الإنجليزية مع البرتغالية البرازيلية أو الفرنسية أو العربية المعيارية الحديثة أو الإسبانية. وفي براءة الاختراع توجد كل من الإنجليزية مع البرتغالية البرازيلية أو الصينية أو الكورية أو الإسبانية. بإمكان خدمة الترجمة تمييز النص المكتوب ل62 لغة. تطبق خدمة Natural Language Classifier تقنيات حوسبة إدراكية لتعيد أفضل الصفوف مطابقة لجملة أو سؤال أو عبارة بعد التدريب على مجموعة الصفوف والعبارات الخاصة بالمستخدم. تستخلص Personality Insights الرؤى من بين المعاملات ووسائل التواصل 1000 كلمة مكتوبة على الأقل من قبل شخص واحد لتحديد سمات نفسية، والتي تعاد على شكل شجرة برمجية من الخصائص بصيغة جيسون. تحلل Relationship Extraction الجمل إلى عناصرها وتكشف العلاقات بين العناصر أي أجزاء من الكلام والعمليات من خلال تحليل السياق.
يستخدم واتسون أناليتكس معالج اللغات الطبيعية الخاص بآي بي أم لجعل تعلم الآلة أكثر سهولة في الاستخدام لمحللي الأعمال وغيرهم من الذين ليسوا على معرفة بعلم البيانيات. ما هي أداة تعلم الآلة التي تناسبني؟ في نهاية المطاف، إن اختيارك لمجموعة خدمات تعلم الآلة التي تناسبك تعتمد على ما تمتلكه من مهارات أنت وفريق عملك. فمن أجل علماء البيانات والفرق التي تضم علماء بيانات، الخيارات مفتوحة أمامهم بشكل كبير. علماء البيانات الذين على معرفة جيدة بالبرمجة بإمكانهم القيام بالمزيد من خلال جوجل، أجور وديتابريكس، والتي تتطلب المزيد من الخبرة البرمجية مقارنة بأمازون وأس بي أس أس مودلر، ولكنها أكثر مرونة. خدمات واتسون التي تعمل ضمن بلومكس تتيح للمطورين قدرات مدربة إضافية للتطبيقات السحابية، كما هو الحال في العديد من خدمات أجور وثلاث واجهات تطبيقية سحابية من جوجل وبعض الواجهات التطبيقية لهيفن أون ديماند للمحتوى المتعلق بالوثائق. مكتبة جوجل تنسر فلو الجديدة هي لمبرمجي تعلم الآلة عالي المستوى والذين لديهم طلاقة بلغة بايثون أو سي بلس بلس أو سي. تبدو منصة تعلم الآلة السحابية الخاصة بجوجل موجهة نحو علماء البيانات عالي المستوى الذين هم على معرفة بلغة بايثون وخطوط البيانات السحابية، في حين أن أمازون تعلم الآلة وواتسون أناليتكس موجهة نحو محللي الأعمال. وبالتالي ففي حال كنت بحاجة لتطوير تطبيقات تعلم الآلة أو لديك القليل أو لا شيء من الخلفية الإحصائية أو الرياضية أو البرمجية، فأنصحك بالانضمام إلى فريق ما على معرفة بتلك الأمور أو أن تباشر بتعلمها لوحدك. شكرا جزيلا لاستماعكم وتقبلوا أطيب تحياتي.